التعالي يحتل منزلة متقدمة على الأجندة السياسية في مصر، وذلك لارتباطه الوثيق بقضايا اقتصادية واجتماعية عديدة تؤثر في مجملها على مسيرة التنمية والنهضة المنشودة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها على المدى القريب بإذن الله. بدأت الوزارات والهيئات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية في يوليو من عام 2015، وقام المجلس في دوره في متابعة التنفيذ من خلال لجنة تنسيقية تضم في عضويتها ممثلين عن تلك الجهات، يجتمعون بشكل دوري لمتابعة آليات التنفيذ. بداية سكان مصر زادوا من 96 إلى 2016 ب 30 مليون مواطن، يعني بنسبة 48% زيادة في خلال عقدين من الزمن. الزيادة السكانية في مصر أو معدل الزيادة الطبيعية اللي موجودة في مصر ابتدت تقل جدا لغاية مصر 2005، و2005 كان العصر الذهبي لخدمة تنظيم وخدمات تنظيم الأسرة، ومن ثم بعد كده تبعها إن في زيادة ملحوظة ومضطردة لغاية 2011-2012، وبعدين إحنا دلوقتي في البلاتو أو مرحلة السكان. هل المجتمع يعي هذا الكلام بأبعاده الحقيقية؟ حتى الآن أنا أدعي إن المجتمع لا يعي هذا الكلام، وبنلاقي كتاب كبار بيطلعوا في النهاردة وامبارح في الجرايد يقول لك هم السكان نعمة ولا نقمة؟ ليه النهاردة؟ يقول لك نعمة ولا نقمة؟ لا، هم النهاردة محنة، هم نقمة، هم مشكلة، لأن ما عندكش الموارد اللي تصرف عليهم علشان يبقوا سكان. هم مش سكان دلوقتي، هم ناس حاجات هلامية عبء على المجتمع وبيشدوه تحت. الوضع اللي عندنا بتاع السكان والتوزيع الديموغرافي للسكان وخصائصهم من نواحي العمر يحسدنا عليه أمم كثيرة، إن إحنا عندنا 60% شباب، عندنا 40% 75% أقل من 40 سنة، 75% من سكان مصر أقل من 40 سنة، 68% أقل من 35، 61 أقل من 30. طبعا ده الوضع ده تحسدنا عليه أمم كثيرة على سطح هذا الكوكب، لكن هذا الوضع في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي لابد يشكل كارثة وانتحار زي ما الناس دي قالت.